الله، فهذا عمل بغير مقتضاها. لكن حال أهل الإيمان، حال أهل لا إله إلا الله، يؤمنون بالإيمان بالعمل المقتضى للإيمان بهذه الكلمة الجليلة العظيمة. ومن ذلك أن الإنسان يستحي من الله وهو يعلم أن الله خلقه ولا شريك معه، فيستحي أن يعبد الله ويعبد غيره معه. كما أن الله جل وعلا خلقنا وحده، فحق علينا أن نعبده وحده، ونفزع بكل آمالنا بكل عباداتنا إلى ربنا جل وعلا وحده. وقد حررنا بعضاً